السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنشرح مع بعض كونكت بلس برايمري 4 او الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هناخد مقدمة عن المنهج وهنعرف ايه المفروض نذاكره في كل واحدة من الوحدات. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة الكونتنتس او المحتوى. Let's remember، دعنا نتذكر. طبعا ده مراجعة على اللي خدناه السنين اللي فاتت. بعدين theme 1 المحور الاول. I discover myself. I discover myself، انا اكتشف نفسي. unit 1 what can I do. What can I do؟ ما الذي أستطيع أن أفعله؟ طبعا هنا في يونت 1 بيكلمنا عن الأجهزة بتاعت جسمنا، الأجهزة الحيوية بتاعت جسمنا وأهميتها، وحاجات كتير هنعرفها مع بعض بشكل أكبر. يونت 2 Plants and Animals. Plants and Animals، نباتات والحيوانات. يونت 3 My World. My World أو العالم بتاعي، عالمي. بعدين في ريفيو سريعة، وبعدين في نون فيكشن ريدر او قصة غير خيالية اسمها كورال ريفز. كورال ريفز او الشعاب المرجانية، اللي هي الشعاب المرجانية اللي بتبقى موجودة في البحار والمحيطات. ثيم 2 المحور الثاني. myself and others. myself and others، نفسي والاخرين. نفسي والاخرين. يونت 4 الوحدة الرابعة. city and country، بيكلمنا عن السيتي والكانتري، المدينة الكبيرة والكانتري البلد الكبيرة. يونت 5 resources in our world. resources يعني المصادر الموارد. in our world في العالم بتاعنا. يونت 6 let's work. let's work دعنا نعمل. دعنا نعمل. وبعدين في review 2 او المراجعة رقم 2، وفي project هنعمله مع بعض كمان. واخر حاجة في فيكشن ريدر او قصة خيالية. كايا مويا سامر. كايا مويا سامر او الصيف بتاع كايا مويا، ودي شخصية خيالية هنتعرف عليها مع بعض ان شاء الله. طبعا ده شكل يونت 1. يونت 1 what can I do. يونت 2 plants and animals. و يونت 3 my world. يونت 1 what can I do. هنا بيقول لنا in this unit، في الوحدة دي، I will، أنا سوف، أول حاجة understand important systems، أنا أفهم الأنظمة أو الأجهزة المهمة in my body، في جسمي. يبقى أول حاجة هنعرفها في اليونت دي إن احنا نعرف الأجهزة الهامة الحيوية في جسمنا. تاني حاجة learn about my brain. learn about my brain إن أنا أتعلم عن مخي، عن عقلي. تالت حاجة form and use regular and irregular present simple verbs. form ان انا اعرف اكون، and use وان انا استخدم، regular and irregular present simple verbs الفربات المنتظمة وغير المنتظمة في زمن المضارع البسيط. احنا لسه شرحين زمن المضارع البسيط على القناة، مشروح في 17 دقيقة بس، ملخص كامل، وحلين عليه امثلة كتير كمان قوي، فلازم نتفرج عليه علشان نفهمه ونهضمه كويس قوي مع بعض. ده طبعا الـ present simple verbs او الافعال في زمن الـ present simple او المضارع البسيط، لازم نتفرج عليه، مهم جدا. رابع حاجة بيقول لنا read about our senses. read about our senses ان احنا نقرأ عن الحواس بتاعتنا، الحواس اللي احنا خدناها من واحنا في KG 1 اللي هي الـ 5 senses اللي احنا كلنا عارفينها مع بعض. لازم كمان نبراكتس when to use capital letters. practice يعني نتدرب امتى بنستخدم الكابيتال letters او الحروف الكابيتال. طبعا احنا شرحين البنكتيويشن ماركس او علامات الترقيم في درس لوحده على القناة، لو حابين تعرفوا اكتر تقدروا تتفرجوا عليه، وهنشرحه كمان في يونت 1 ان شاء الله مع بعض امتى نستخدم الكابيتال letters مع بعض. بعد كده بيقول لنا choose and write a title for a text. choose يعني نختار، and write ونكتب a title for a text ان احنا نعمل عنوان title for a text لقطعة مكتوبة احنا كتبينها. ازاي بقى نختار لها عنوان ونكتبه مع بعض. اخر حاجة بيقول لنا plan activities ان احنا نخطط الانشطة for a summer camp، المعسكر صيفي ممكن نعمله ونقوم بيه مع بعض. plan activities for a summer camp.
ان احنا نعمل خطة للانشطة اللي احنا ممكن نقوم بيها في معسكر صيفي ممكن نطلعه مع بعض. فدي الحاجات اللي احنا نتعلمها مع بعض في يونت 1 what can I do، وبعدين بيعرفنا وبيقول لنا did you know، هل كنت تعرف، to be active ان انت علشان تكون نشيط in the day في النهار في يومك بالنهار، we need a good diet ان احنا محتاجين نظام غذائي جيد، plenty of water الكثير من المياه، and enough sleep ونوم كافي. بيقول لك كمان children aged 7 to 12 الأطفال من 7 ل 12 سنة need 11 hours of sleep a night، need 11 hours of sleep a night بيحتاجوا 11 ساعة يناموها بالليل. طبعا دي كانت معلومة سريعة مديهالنا في المقدمة بتاعت اليونت النهاردة. كده نكون خدنا المقدمة عن منهج كونكت بلس. انتظروا حلقات شرح الأيام اللي جاية هتنزل على طول. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.